ولدي كان حداه أمك يا عيالي رعب وعار وحشومة. يعني شنو كدير هاد السفارة هادي؟ شنو كدير؟ ملي ما تحميش مهاجر مغربي كيتهان. ويلا تهان مهاجر مغربي راه تهانو المغاربة كاملين. وكل من شاف هاد الفيديو المنابر الإعلامية يساعدوني بنشر هاد الفيديو الله يجازيكم بخير. اعتبروني منكم، اعتبروني خطكم، وانا نجيب راه ولدكم، نجيب راه مغربي، نجيب في السنجن راه كانوا كيعيطوا لي المغربي، ما كانوش كيعيطوا لي نجيب. السلام عليكم، انا ام نجيب محفوظ بن شرقي اللي توفى في مملكه البحرين. اليوم غدا نسجل التتمه ديال الفيديو اللي تحط البارح. غدا نهضر على باش توفى ولدي والاجراءات اللي درت من بعد الوفاه ديال ولدي. انا ولدي انا ذكرتها في الفيديو الاول. انا غادي نذكر لك دابا غير باش توفى ولدي. انا ولدي توفى على حسب التقرير الطبي ديال الوفاه، توفى بجلطه قلبيه، توفى بجلطه قلبيه الحقيقه. وهي من بعد طلبت، درت واحد الطلب بالوزاره الخارجيه باش يدخلوا ونتوصل بليزاناليز اللي داروا لولدي قبل الوفاة ومن بعد الوفاة. ديتهم الطبيب اختصاصي في الدم الباطني اللي هما ولا التقرير الطبي ديال الوفاة. قال لي يقدر يكون ولدك كان عنده كونسير وما تعالش منه، او داز له شي حاجه عن طريق الدم. بالنسبه للسفاره ديالنا ذكرت ان سبب الوفاه تنشر بلاغ من طرف السفاره ديال المملكه في المنامه في وكاله المغرب العربي للانباء، ذكروا فيه راه توفى بسبب نزيف في المخ. بالنسبه سميتو المدير سجون البحرين، مدير العام لسجون البحرين، اذكر ان سبب الوفاه الم في الكلي ونقص حاد في الدم. يعني هذا الشيء كيدخل شكوك، ماشي متطابقه، يعني كانت الاقوال ديالهم متناقضه، التصاريح ديالهم كما تنقولوا حنا متناقضه. من بعد الوفاة ديال ولدي ملي فقت من الصدمة، توجدت بواحد التظلم باسم جلالة الملك، ديتو لمؤسسة الوسيط. مؤسسة الوسيط من بعد جاوبتني قالت لي ماشي من التخصص ديالهم، خاصك تراسلي وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج. فعلا درت كتبت واحد التظلم وتوجدت به للديوان ديال السيد وزير الخارجية بالرباط. كذلك توجد واحد التظلم للوزارة الجالية، ما جاني حتى شي جواب لحد الآن، نتجاهلوا الموضوع. خاصة أنا ذكرت لهم راه عندي أدلة بخصوص المعطيات اللي ذكرت في الشكاية ديالي. تسنيت مدة ديال 6 شهور، من بعد توجدت للمحكمة الإدارية بالرباط، درت دعوة بالتقصير والإهمال في حق مهاجر مغربي. المحكمة ما نصفاتنيش، استنفت الحكم، ترفضات لي الدعوة. هذه مدة ديال 6 شهور، دازوا 2 ديال الجلسات، والمحامي اللي كينوب على السفارة وعلى وزارة الخارجية ما حضرش.
ما تقدموا حتى بشي تمشي دليل. ترفضت لي الدعوة، قال لك أن السفارة راها يعني منذ اعتقال ابن العارضين راها دارت مجموعة من الإجراءات. السفارة ما قال لك ما دارت حتى شي خطأ. الإدارات قال لك ديال المغرب ما داروا حتى شي خطأ. قال لك يعني وذكروا بأن يعني الدولة لا تتحمل ما يقع في دولة أخرى. مع العلم أنا قبل الوفاة ديال ولدي توجهت بعدة شكايات بخصوص القضية ديال ولدي، ولا بخصوص التعذيب اللي تعرض ليه ولدي، لا لوزارة الخارجية، وزارة الجالية، والجامع يعني السلطات المعنية بالأمر، وما يعني ما داروا حتى شي حاجة. المفروض السفارة كما كنت ملي كنت كنمشي لوزارة الخارجية كانوا تيقولوا لي راه حنا كنراسلوا السفارة هي اللي كتقوم بالواجب. يعني انا توجهت بعدة شكايات بخصوص القضية ديال ولدي، وانا ولدي مظلوم. المفروض ان لا وزارة الخارجية ولا وزارة الجالية يديروا بحث وتحقيق بخصوص القضية ديال ولدي، ما داروا حتى شي حاجة. من بعد ما تعرض ولدي للتعذيب ثاني توجهت بعدة شكايات لوزارة الخارجية وحتى وزارة الجالية، وكما ذكرت يعني لجميع السلطات يعني الرسمية، الجهات الرسمية ما جاني حتى شي جواب. ما تيقولوا لي حنا كنراسلوا السفارة. يعني السفارة ما قدمت لولدي حتى شي مساعدة، لا قانونية ولا مادية. انا كما ذكرت حتى الزيارات كانوا بإلحاح مني وبأمر من وزارة الخارجية. اسمح لي باش ما نطولوش على المتابعين. نعم. انت كتشوف ان الولد ديالك تقتل. انا ولدي انا دلا المحامي اللي كينوب على السفارة بواحد المراسلة كانت جات من السفارة لوزارة الخارجية. الصراحة ولدي كان في خطر. هذا هو اللي نقدر نقول عليها. هادشي كان بعلم السفاره وبعلم هادي، وهاد المحضر هذا واللي توصلت به وزاره الخارجيه في شهر 2 جوج 2018 كيدين السفاره وكيدين وزاره الخارجيه كانوا على علم يعني بالخطر اللي كيحوم حول ابني. ما قاموش بالواجب ديالهم، والسفارة يعني ديال المملكة لو كون كانت دارت يعني إجراءات للسلطات البحرينية بخصوص التعذيب اللي تعرض ليه ولدي، راه أكيد غادي يدار واحد البحث وتحقيق ويتعرف علاش تعرض ولدي للتعذيب. خاصة وأن السلوك ديال النجيب يعني كان كيشهد بها الجميع. كتشهد بها السفارة، إدارة السجن، العمل ديالو، نجيب كتشهد لي الصفحة ديالو البيضاء من الابتدائي حتى التعليم العالي، العائلة ديالو، الجيران ديالنا، كل شيء كيشهد نجيب بالأخلاق ديالو. نجيب مخلق، نجيب راه ماشي ديال هاد الشيء، وراه معروف. وأنا هاد الشيء اللي كنقولو راه عندي في وثائق، راه ماشي كنهضر غير كاك، ماشي غير كنهضر، لا انا كنهضر يعني بوثائق، ماشي غير كنهضر بحال هكا. المطالب ديالي وهي المحكمة الإدارية تنصفني، محكمة السناف تنصفني. انا دابا راني دابا الحكم راه مدة ديال 5 شهور وباقي لي لحد الان ما خرجش لي الحكم، ما سلمونيش الحكم باش ندير اجراءات اخرى.
انا بصراحه انا كنت غادي ندير دعوه في البحرين بخصوص اداره السجن اللي تعدوا لي على ولدي، اللي عذبوا لي ولدي، قهروا لي ولدي، جوعوا لي ولدي، كانوا الحراس ديال السجن كيسرقوا لي الحوايج ديال ولدي، وهذا الشيء اللي كنقولوا راه بالادله وبخبار السفاره باخبار وزاره الخارجيه، كل شيء في اخبارهم. يعني مغربي كان كيعاني، كيتعذب، كيتقهر، كيتهان، حدا السفاره ديالو بالعكس في العوض فاش تحميه، في العوض فاش دافع عليه، كانت كيمشيو عنده وبالدليل، كيمشيو عنده كيقولوا لي ما تهضرش على هذا الشيء، هذا الشيء راه ما خصكش تهضر عليه في السجن، ما خصكش دير شكايات باداره السجن، هذا الشيء راه ما غيخدمش الملف ديالك، كيفاش ما يشكيش؟ والسفاره ذكرات في المحضر اللي هضرت عليه باللي ولدي راه شكل جمعيات ومنظمات حقوقيه وراه دخل في المحضر وهذا الشيء راه ماشي في الصالح ديالو وبلا ما نكمل وكانوا واعدوني بالترحيل، كانوا واعدوني بالترحيل في 2018 ومسؤول في السفاره ما غنهضرش على الاسم ديالو وبالاثبات. هضرت معاه نهار 19 في شهر 3 2018، قال لي ما تبقايش تهضري على التعذيب، رجائي ما تبقايش تهضري على التعذيب. وانا كمسؤول راني هضرت مع جوج ديال الناس في وزاره الداخليه وراهم موافقين باش ولدك غادي يمشي، ما نقولش لك غادي يمشي يقضي العقوبه تما، ولكن راه غادي نرحلوه، فهمتي؟ راه موافقين. وانا كمسؤول راه غادي ندير جهدي باش ولدك يمشي للمغرب واخا ما كايناش اتفاقيه. وانا ديجا كان جاني واحد جواب من وزاره الخارجيه كيقترحوا عليا باش ولدي يترحل للمغرب. مشيت عندهم قلت لهم راه ما كايناش اتفاقيه، راني سولت ما كايناش اتفاقيه، قال لي لا الا دخلت السفاره راه ولدك غادي يترحل. مده ديال عام قبل من الوفاه ديال ولدي باش دار طلب ديال الترحيل، ومع ذلك ولدي ما ترحلش، وانا كنطالب بفتح تحقيق بخصوص هذا الموضوع. علاش المسؤول في السفاره كيقول لي ما تهضريش على التعذيب وراه ولدك في اقرب وقت غادي يكون عندك، وهدد ولدي قال لي راه ملي كيمشي عنده مسؤول من كيمشي عنده مسؤول على الملف ديالو في السفاره كيزورو راه كيقول لي خصكم ديروا ليا راه ولدك الا بقى مطلع الماء في العقبه راه ماشي في مصلحته، راه عيب وحشومه هذا الشيء، راه في العوض فاش نتوما تشجعوه. وانا ولدي كان راجل فهمتي وخلى يعني واحد السمعه في السجن، والله القسم الا ترفع راسي وراس المغاربه كاملين، والمسؤول على الدوسي ملي كان كيمشي عنده قدام جوج ديال الحراس كيكونوا معاهم في القاعة ديال الاستقبال كيقول له ما تبقاش تهضر على التعذيب، والسفارة راه ما عندها ما دير لك، الحل الوحيد هي دير طلب ديال الترحيل للمغرب، راه عيب وحشومة. ولهذا أنا كنتوجه لجلالة الملك محمد السادس باش يعطي التعليمات ديالو باش يتفتح تحقيق بخصوص القضية ديال ولدي. اللي كاين انا كأم مغربيه راني كنعاني، راه كنعاني، راه ولا عندي مرض الاعصاب، تصبت في الاعصاب في المعده، راه حشومه. يعني ام مغربيه تعاني بحال هكا، ولدي لا تنصف هو حي ولا تنصف هو ميت، راه عيب وعار هادشي هذا. والمحكمه الاداريه كتقول لك انا راه لا تتحمل ما يقع في دوله اخرى، مع العلم انني انا توجهت لهم يعني بعده ادله بمحضر ديال تفريغ المكالمات اللي ذكر فيه ولدي التعذيب اللي تعرض ليه، الاحتجاز سميتو ما كان يعني الماكله كانت يعني غير كافيه، بعض المرات حتى الماكله ما كانوش كيعطيوها ليه. انا ولدي كان كيعاني، انا ولدي حوايجو كان ملي كنصبرهم وكنجرهم قسما بالله، وعندي المكالمه باقي دابا، عندي المكالمات على الهاتف ديالي، كان ملي كنصبر الحوايج ديالو كيدخلوا عنده ملي كيعرفوهم ديال المغربي كيهبطوهم كيرميوهم ليه في الارض، راه عيب وعار. وهادشي كله في خبر السفاره وفي اخبار وزاره الخارجيه، ولدي كان حداهم وكيعاني، راه عيب وعار وحشومه، والله تا حشومه هادشي. يعني شنو كدير هاد السفاره هادي؟ شنو كدير؟ ملي ما تحميش مهاجر مغربي كيتهان، ولا تهان مهاجر مغربي
راه تهانوا المغاربه كاملين. ولهذا كنتوجه بهذا النداء وتنقولها ونعاودها لجلالة الملك واي مسؤول كيسمع هذا العم اللي كتعاني كتعاني بالليل وكتعاني بالنهار. راه ماشي ساهله ليا نهضر على هذا الشيء قسما بالله. انا الطبيب من النصائح اللي عطاني قال لي ما تبقيش تهضري بزاف هاد الهضره اللي هضرت دابا وراه غدا نمرض. هاد الهضره غدا وغادي غادي نمرض. الله يجازيكم بخير. ولهذا بس صوتي وصل كنتوجه لخوتي المغاربه اللي داخل الوطن وخارج الوطن وكل من شاف هذا الفيديو المنابر الاعلاميه يساعدوني بنشر هذا الفيديو. الله يجازيكم بخير. اعتبروني امكم اعتبروني اختكم. وانا نجيب راه ولدكم نجيب راه مغربي نجيب في السنجن راه كانوا كيعيطوا لي المغربي ما كانوش كيعيطوا لي نجيب. رايب وعار الا كان الا كانت السفاره ما حماتش ولدي راه كتمثل راسها ولكن راه 40,000 نسمه ديال المغاربه بنتي راه ما خصناش نسكتوا على هذا الشيء اللي وقع المغرب في البحر. الله يجازيكم بخير. نجيب راه مخلق نجيب راه ما عنده الصوابغ. نجيب قسما بالله الا انا ما عنديش البنات وكنت كنجيب بنات اللي تيعاونوني في الدار والله القسم الا نجيب كان دخل الكوزينه ما كيقول لهم لا السلام ولا صباح الخير كيشرب كيخرج. نجيب كانوا حدايا الجيران عندهم البنات. نجيب ملي كيبدا غادي المدرسه حاني راسو. نجيب هادشي راه ما داروش حتى في بلادو عاد غادي باش يمشي يديرو في البحرين. اما العاهرات في البحرين راهم على ما عرفت بلا ما نهضر على هادشي هذا راه حشومه والله القسم. راه غادي تخليني نقول شي مصطلحات راه لا اله الا الله محمد رسول الله واللي يبغى يناقش معايا الملف ديال ولدي مرحبا مرحبا ناقشوا الملف ديال ولدي. ويا كان ولدي فعلا ثابتين عليه التهم اللي توجهت ليه انا نكمل الباقيه ديال السجن في بلاصتو في بلاصت ولدي. راه كنقول لكم راه ولادي راه كتجهد كيشهد لهم الجامع بالسلوك ديالهم عباد الله وعباد الله. راه عندي ثلاثه الوليدات كلهم صالحين. الله يجازيكم بخير. تعاونوا معايا بس صوتي وصل. الله يجازيكم بخير. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.